سيدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإنساني الاجتماعي تراحم. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. إذا مشاهدي الكرام نشوف هذا البيت. السلام عليكم، كيف حالك؟ حياك شاب. اسمك؟ معتز الوقي. حياك الله يا معتز. هذا بيتك؟ هذا بيت خالي. تأذن لنا ندخل نستعد؟ تفضل. كيف حالك أبا؟ كيف صحتك؟ الله يديلك العافية. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. الله يديلك العافية وألف لا بأس عليك. الله يبارك فيك. حاولنا نصور داخل قالوا ظلام. نعم نعم. ليش؟ لا ما عندنا طاقة، ما عندنا شيء. الحمد لله على كل حال. الله يديلك العافية والصحة والسلامة. حصل إيش يا أستاذ؟ تكلمنا على مشكلتك. العام الماضي في شعبان يعني بدأت أستيقظ من الصباح الفجر، فكنت لاحظ ان عيني اليمين هذه النظر يعني شبه ما فيش يعني. ذهبت عند الدكتور اسماعيل معاذ حق العيون وما قصرش يعني، عمل فحوصات وجهاز وكمبيوتر. وانت تفكر انه الحكايه حكايه عيون؟ اقول هكذا نعم. ايوه. فقال لي يا استاذ ابراهيم نظرك سليم ما في شيء. انت الان تشوف؟ انا ما اشوف الا يعني هيكل خفيف كذا بس ما مميز يعني. ذهبت عند الدكتور اسماعيل طبعا قال لي ما فيك حاجه، وحولنا الى مستشفى الاقصى. ذهبت المستشفى وعملوا لي فحوصات ورنين مغناطيسي. الحمد لله لا تقلق، معك ورم يحتاج الى عمليه يعني مشان يبتعد ويرضى يرجع النظر حقك ان شاء الله سليم. واتوكلنا على الله ودخلنا الساعه 4 الا ربع العصر غرفه العمليات، وخرجنا الساعه 9 بالليل. عملت عمليه؟ عمليه نعم. هذه العمليه، هذه الاثار حق العمليه طبعا واضحه. تمام. ايوه تمام. بعدين لما خرجت من العمليه طبعا فتفاجات بانه ظلمات بعضها فوق بعض ما اشوف شيء. اجى الدكتور يعني يمد يده على اساس اسلم عليه، طبعا انا ما اشوف شيء فما كنت اشوف يده. فقال لي كانك يعني زعلان يا ابراهيم ولا شيء. قلت له لا مش زعلان والله، بس انا ما اشوفكش ضيع اشوف شيء. مش معقول يا ابراهيم. ايش اللي حصل؟ كيف تلقيت الموضوع هذا؟ صدمه اكيد طبعا. وانت ما كنتش متوقع؟ ما كنت اتوقع. ولا الدكتور كان متوقع؟ اكيد الكلام. طيب هل لها علاج هذا لو عملت عمليه اخرى او كذا؟ ايش اللي بعد؟ لا هو الدكتور جلس معي وقال لي خير ان شاء الله، واجى اليوم الثاني قال لي ابراهيم لا تقلق سيعود النظر. العمليه كانت في 22/9. قال لي بيعود النظر تدريجيا. بطيء تدريجيا نعم، لكن لنا 9 شهور من شهر 9. بطيء يعني بعملية بطيئة جدا البطيئة. تحتاج إلى عودة أخرى؟ نعم. قال نعمل لك جلسات إشعاع 30 جلسة ونحول لك مستشفى آزال وتكلف 500,070,000. قلت له يا دكتور أنا حتى العملية كانت مساعدات يعني، أنا مدرس وراتبي ما فيش، والعملية كانت مساعدات من فاعلين خير يعني. إلى 500,000 ريال عشان تستعين؟ 70,000 نعم. طيب الورم السرطاني راح؟ لا ما استبعده كامل. انا يا استاذ ابراهيم استبعدت جزء، لاننا فوجئت اثناء ما تعرضت لهذا الورم، الورم الدموي بدا نزيف يعني حتى تفاجات يعني. هذا نداء انساني مشاهدينا الكرام، لكم انتم تشاهدون التليفون على الشاشه الان بيمر. نداء انساني لهذا الاستاذ الفاضل عمي ابراهيم، وهو رجل رائع كما شفتم، وهذا اللي حصل له. عمليه تحتاج الى اكثر من 500,000 ريال، لا يستطيع هو ولا قدرته. النداء لكم مشاهدي الكرام، تفاعلوا زي ما تفاعلنا مع بعض الحاجات الكثيرة، والواقع شيء عظيم، سواء المغتربين والمغتربات وفاعلين الخير. هذا النداء لكم كلكم مشاهدي الكرام. الأستاذ إبراهيم أستاذ رجل فاضل، وإن شاء الله يرجع بسلامة الله وحفظه. فقط أنا أرجع لك البرنامج. ما شاء الله أسرتك وعشان بس تفضلي يا أمي. البنات في سلة غذائية مقدمة، أنا حل المشكلة على شوية شوية. تمام يا أستاذ؟ أيوة. الله يدي لك العافية. هذه سلة غذائية مقدمة من شركة اليمنية الهاتف النقال سبأ فون، في أيضا قطم سكر وقطم رز وأيضا أكياس دقيق، حتساعدكم إن شاء الله في المصاريف. يدي لك العافية. وهذا مبلغ 50,000 ريال مقدم من سبأ فون، تخلي معك إن شاء الله يساعدك في حاجة تخليها معك. هذه 50,000 ريال. جزاكم الله خير. هذه البنت إيش قلتي أنت؟ إيش معكم طاقة ولا؟ ليش البيت البيت غدرة؟ ليش غدرة؟ ظلام؟ معكم تلفون؟ لا. طاقة؟
طيب في 50,000 ريال مقدم من فاعل خير في إب، إن شاء الله تساعدكم تعملوا هذه الطاقة والتلفزيون. تمام يا عم إبراهيم، جزاكم الله خير. طيب أنت كان لك مصدر رزق الآن بعد حكاية إنك توقفت عن الشغل وما عرفت لا دراسة ولا مرتب؟ نعم ما فيش. إيش معك؟ سمعت معك معي بس اشتغل؟ هو الآن عطلان ما اشتغلش. نعم لبس الصيانة واشتي حاجة. طيب هذه 30,000 ريال أيضا مقدمة من فاعل خير في الكويت، يعني كلهم بيدعوا بالصلاح ولا هذا عشان تمام لا أقصد عشان حقك الدباب إذا تصلحه وخليت واحد يشتغل عليه عادي أن طلع لما يشفي إن شاء الله. نعم. طيب ألي هذا بيتك؟ هذا إيجار. نعم أنا حسبته بيتك. مستأجرين. طيب بكم مستأجر؟ مستأجرين ب10,000 ريال. طيب أنا وجزء مساعدة طبعا إن شاء الله تفتك عليك الحكاية دي، 20,000 ريال مقدمة من فاعل خير في السعودية، يعني أبو محمد يقول جزاه الله كل خير ويدعو الوالديه بالمغفرة والرحمة. الله يرحمهم إن شاء الله. أستأذنك أنا أستاذ إبراهيم. ما تفطر معنا يا أستاذ الملك. لك العافية، عادوا باقي وقت شوية وأنا أترككم أنت وعائلتك الرائعة هذه إن شاء الله إلى يعني خير دائم. أشوفكم إن شاء الله مشاهدي الكرام في فقرة ثانية على خير. مشاهدي الكرام عدنا إلى هذه الحالة، واحدة من الحالات اللي صورناها في البرنامج، خلونا نشوف معكم إيش قالت هذه الإمرأة. زوجي يعاني من حالة نفسية. أيوة. والآن يعاني كمان من مس. مس شيطاني. زوجها تعبان وعنده مس، عدنا لها، في كثير من الناس تتفاعلوا معها، خلونا نشوف هذه الحكاية في هذا المنزل. أنا أدق الباب. السلام عليكم، كيف حالك أمة؟ كنت تظهري؟ كيف حالك؟ ايش عاد سويتي؟ كيف صحتك؟ الحمد لله رب. وين عيالك؟ عيالي خارج. خرجوا. وزوجك؟ زوجي خرج يدور له حق الشغل. طيب وانتم كيف؟ هو يدور حق العشاء ما بلاش. اكيد الله يدي له العافيه وانت يدي لك الصحه والعافيه. الناس كثير تاثروا مع موضوعك، قضيه انه زوجك في بومس وحاجة زي كذا، إيش 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 زوجي يعني هو يعني أصلاً يعني من حالة نفسية. أيوة. وما زاد حالة النفسية عندما يعني سرقوا الموتور. سرقوه. سرقوا الموتور من قدام الباب. أيوة. ويعني يأخذ معه علاج، يعني إذا أهل الخير يعني تبرعوا يعني بحق العلاج، يعني هذا يكفي أقول أنا. العلاج إيش؟ كم قيمة؟ علاج الحالة النفسية. كم قيمة؟ والله ما يقارب الشهر من 20,000 إلى 20,000 ريال أسبوعيا. بالشهر يعني يأخذ بالشهر. يعني لو في 20,000 بكل شهر إنه يكفي. ما من الله، أما يعني ما مش محدد. أيوة ما نشتي يعني إحنا نحتاج إحنا من أهل الخير إذا يتكفلوا بعلاجه أو يساعدوا بأهل الخير وأهل القلوب الرحيم يعني بقيمة المتر، فهذا يعني الحمد لله رب العالمين. إذا مشاهدي الكرام هذه الحكاية واضحة، المرأة الفاضلة هذه زوجة الرجل يعني مصاب قالت بالمس، قضية نفسية، سرقوا موتور حقه طبعا وسيلة من وسائل رزقه لأسرته بيصرف عليهم، طبعا حاجة مؤثرة جدا، قد تكون مقاومته قليلة وضعيفة، أصيب بهذا اللي قالت زوجته أنه مس. العلاج 20,000 ريال شهريا على ما تقول أنت لزوجك صح؟ أنا أبدأ أحل لك الموضوع هذا، هذه 60,000 ريال يا أمي لك، 60,000 من فاعلة خير في أمريكا، هي لها ولبناتها ندعي لهم بالستر وإن شاء الله صلاح الأولاد. يستر على كل فاعل خير إن شاء الله بإذن الله، ومن يعني يفعل الخير إن شاء الله يكون في ميزان حسناته إن شاء الله. آمين آمين آمين. ربنا يعني يتقبل من كل فاعل خير إن شاء الله، إنه يعني يشفي مرضى ويستر على مكالفة وعلى من يفعل الخير. صح صح ما شاء الله عليك. القضية الثانية قضية الموتور السيكل، هذا طبعا مهم جدا، وقالت زوجته انه ب 300,000 سرقوه من امام الباب حصل له هذا الانهيار.
النفسي. هذا طبعا أمامكم الآن التلفون حق البرنامج، اتصلوا بالبرنامج ساعدوا هذه الأسرة وهذه المرأة وزوجها إن شاء الله. ما قيمة الموتور على ما يقولوا 300,000 ريال. احنا هنشوف هذا الموضوع وقد نعود مرة ثانية لهذه المرأة وأطفالها وزوجها إن شاء الله في فقرة عدنا. مشاهدينا الكرام، عدنا في هذه الفقرة وهي عودة للمرة الثانية أو الثالثة هتشوفوها في هذه الفقرة. فقط أخليكم تذكروا حاجة واحدة قالته هذه الامرأة، سبب مشكلة زوجها إنه أخذوا الموتور اللي كان بيشتغل به موتور السيكل من أمام المنزل وحصلت له مشكلة يمكن نفسيا. خلونا نستعرض هذه أو تستوضح هذه المشكلة مع صاحب الشأن. تعالوا معي مشاهدينا الكرام. السلام عليكم، كيف حالك؟ تفضل، كيف صحتك؟ اسمك؟ اسمي أنيس أحمد علي الخضراء. حياك الله يا عم أنيس، أنا قد جيت لك قبل فترة كلموك البيت. أيوة كلموك. ألف لا بأس عليك، كيف قلبك مريض ومدري إيش؟ في بحالة نفسية ومس الشيطان. إيش اللي حصل؟ قضية السيكل. قضية الموتور حقي؟ إيه. شلوه؟ استرق من قدام بابي. ليش كنت تخلو ما الابن يشوفه قفل الباب. قفل الباب من برا، قفل الباب وشله، والابن الصغير يتفرج عليه والبنت الصغيره تتفرج عليه. وكنت تشتغل به ولا كنت اطلب الله عليه؟ المشكله انه السارق قفل الباب وكان الابن اللي كان يشوفه. شفتي؟ وانت شفته لما طلعت فوق القبة وقلت له افتح افتح، قال ما بفتحش، ورجع بز الموتور وشغله وقزع. وانت كنت داخل هنا؟ انا قد قلت له افتح افتح. شي كنت تخرج تضاربه يعني؟ لا قلت له افتح افتح. تصيح لابوك؟ ايوه. ما رضيش. انت كنت خارج؟ انا كنت داخل، قلت له طلعت من فوق. من فوق الحجار هذه البلوك. ايوه. طيب ايش درك انه كان بيسرى؟ وهو كان تحت الباب هنا وانا طلعت. كان جالس يشغله؟ كان جالس يشغله. يعني سمعت صوت الموتور يشتغل؟ ايوه. قل لي كذا، سمعت صوت الموتور فانت طلعت من فوق تقول له افتح لي الباب عشان يعني يصيب الموتور؟ ايوه. عشان لا يمسكوش. أيوة. ليش لا يمسكوش؟ شلوا عليه. ها وانتم ما معاكم؟ انا. وبعدها شلوا؟ شلوا وقزع. ايوه. ايش اللي فعل؟ بعدين استوى زعلت. قد حكم الله. رحت قلت لأبوك؟ قد رزقنا، قد رزق أبي. إذا نسوي نحكم الله ما نحكم واحد. خلاص خلاص ما شاء الله عليك، كلامك حلو ما شاء الله عليك. ايش الابن هذا الروعه، ايش ابنك هذا العظمه. خلاص خلاص بس انا من شانك اسمك ايش قلت لي؟ قاسم. قاسم انت من شانك انا بسوي حاجه ثانيه. السيكل كيف كان؟ السيكل جديد ولا بين حاجة؟ ولا جديد ولا قديم. ما بكيتي ولا صيحتي؟ لا إلا كنت أقول له افتح 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 هو يعني يقفل الصانة كذا. شلو قزعي. بس أخيك شو بكي ما قدرش يعني قرح انفجر وتكلم. ما من حق أبوك إذا أنت بقى تجلس بالشكل هذا تبكي. أبوك لازم يحصل عنده تعب نفسيا. موضوع أنك تأثرت نفسيا وحصل لك الصدمة. تأثرت نفسيا من بعد المدار. أنا تأثرت. أنا كلام ابنك ها. أنا جيت لك مرتين، كنت حريص جدا أني أقابلك وقابلتك الآن. فالموضوع أنا بشوف إيش الحل الذي ممكن نعمله لك وللابن هذا. بطل هذا قاسم
تمام، بس راعي لي المرة الواقية شوي يعني بكرة. طيب خلاص، وأنا بحاول أجيب لك أشتري لك سيكل صغير لك، مالك من السيكل حقه. طيب وقت كنت تلعبه أنت. طيب شاهد الكرام، مش هكمل معكم الآن، خلونا نشوف إيش نهاية هذه الحكاية. الحكاية ليست الحزن الشديد اللي ظهر ولا الكلام اللي حصل سواء من الأم أو من الابن أو من الأب اللي شفنا هذه اللقطات تباعا. كيف واحد معه هذا الابن بهذا الحزن اللي حصل لابنه وما يتعبش نفسيا؟ كيف واحد قوته ورزقه راح سرقوا عليه وابنه كان يتفرج على هذا المشهد؟ اليوم جينا نحل هذه المشكلة. سعادتكم هي من سعادتنا مشاهدين الكرام، وسعادتنا كلنا من سعادة هذا البيت. تفضلوا معنا، الجيران موجودين هنا، ونشوف الولد الصغير هذا الذي أنا وعدته ندي له حاجة. كل الجيران، كيف حالك؟ تعال، فين سرقوا السيكل حق أبوك؟ من هنا؟ أيوة من هنا. كان هنا موجود؟ كان هنا موجود. أيوة، وانت قد تشوف من فوق؟ أنا شفت لفوق، جيت صيحت لهم قلت له افتح افتح، قال ما رضيش. بلل عليك الباب من هنا. بلل علي الباب. ايوه ها، وانا وهرب. جلس. وشال السيكل وهرب. وانت من بعده خلاص تعبت وابوك تعب نفسيا. ايوه. اذا تعال نشوف الموضوع هذا ونشوف ايش الذي جاء لك الان. ايش رايك؟ يا سلام. نخلي ابوك يشوف. تفضل يا حالي، تفضل عشان تشوف المفاجاه اللطيفه عشان يبرك. تفضل معي، ايش رايك بالسيكل هذا؟ نشكركم على كل شيء. كان يعني يتمناها الولد هذا. القضيه انه معك واحد ابن زي هذا يبكي بالشكل هذا عندك، بيشعرك بالحزن طبعا. اكتبت. تكتبت. الكبد هذا كيف تفسيره انه حصل عندك زي صدمه نفسيه، فكان لازم الولد هذا زعلت لما سرقه. زعلت. ليش؟ نعيش فيه. كلام. كيف ما تسمعش هذا الهدار وما تبكيش وما يجيلكش جنان؟ طاقم برنامج، طاقم تراحموا، عد لك هذه المفاجأة. لأجل البيت كله والأسرة معك هذا السيكل الجديد وهذا حقت ايش؟ البيع، تمام؟ حقك. مش عارف ايش أقول لكم، أنا الآن أشتي أبكي، مش يعني أشكركم على كل شيء فعلته والله العظيم. أتمنى من الله أنكم يعني يوفقكم الله في الدنيا إن شاء الله. وأنت يوفقك ربي وبداية حياة جديدة. النفسية هي راحة الآن، تعتبر راحة. النفسية راحة. إيش رأيكم يا شباب؟ تكاتف الناس، تكاتف الناس معك وهذا الشيء الرائع. البرنامج بيحل هذه القضية. سيكل أحدث سيكل موجود، أو موتوسيكل يسموه، من أحدث الأشياء اللي موجودة في السوق، حاجة جديدة. هذا السويس حقك تحافظ عليه وتبندوا الباب وتخلوا سيكل داخل، تمام؟ الباب المطر لا داخل. مش غرفتك. غرفتي بدخلها. الشكل هذا مشاهدي الكرام، حلينا المشكلة هنا وهنا، وأعتقد أن احنا حلينا مشكلة أهم وهي قضية هذه الحالة النفسية التي احنا قفلنا الفقرة وتقتفل معها حالة الإنسان الرائع هذا، حالة النفسية قفلت بهذا الحل، تمام؟ أودعك أنا؟ أودعك. شو تبكي أنت؟ سيد الكرام، ندخل معكم إلى هذا البيت ونتعرف على هذه الحالة ونشوفها جميعا. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف أنت؟ كل سنة طيب؟ الحمد لله. بيتكم؟ تفضل ندخل معك، تأذن لنا، تفضلوا مشاهدي الكرام إلى هذه الحالة. مشاهدي الكرام، احنا وصلنا إلى بيت إبراهيم. أبوك فينه؟ أبي مش موجود. ما خرج، كان أول موجود لما بدأنا. لا موجود الآن. خرج. قدك انت راجل البيت، عرفنا على بيتكم، هذا بيت ملك حقكم. الحمد لله. طيب نتعرف على اسرتك. البيت اول صفري، شوفوا زي بيتين كذا، ايش ذا؟ هذا ليش مقسم كذا؟ هذا بيت. ايوه ما اكتملش؟ ما اكتمل. هذا بيت قديم، انا اشوف الطراز حقه المعماري. هذا احنا كنا بنسكب ما استقبناه. ليش؟
يعني الظروف حكمت احنا، واحنا اسره كثيره من احنا 14 نفر في البيت، وهذا واحد خلق 15 نفر في الطريق اللي شن نعمل له الحين العمليه. هذه الوالده؟ ايوه يعني. هذه امه؟ الحمد لله. طيبه؟ شهر كريم علينا وعليك. على الجميع ان شاء الله. هذه اسرتي كامله صح؟ 12 نفر. كم البنات وكم العيال؟ البنات 7 انفار والقاله 5. البنات؟ واحد في الطريق. واحد في الطريق، ايش؟ انت تعبانه؟ أيوة تعبانة، وبعدين يعني رحنا نشتريها بأي طريقة، قالوا ما في شيء إلا لما ترجعين تستعملين دم وتسوي لك عملية قيصرية. لازم الدكتور قال لك لازم عملية قيصرية. أيوة قالوا لي يعني عندك الرحم تعبان وأنت ما ينفعش. ما عدد القلب الله يدي لك العافية أمه كثير، أعتقد قد يمكن آخر. إن شاء الله بإذن الله. العافية والصحة. سوينا 500 دم. واليوم كنا شرح نسوي 5، بعدين ما حولش الله يعني الا لبيت، كنا نتاخر ما بكره ولا بعده. العافيه امه، طبعا عمليه قيصريه بعث مهمه، مهمه للغايه. خلينا برجع لك انا موضوع العمليه القيصريه هذا، خليها بيني وبينك وبين الاخوه المشاهدين واللي حنشوفه في هذا الموضوع. زوجك ايش؟ يعني على باب الله. على باب الله. والموتور هذا ايش هو ذا؟ معطل يعني ايش يصلح؟ روينا موتور والدك كان يشتغل عليه لكنه معطل، يعني ما معوش اي رزق. لكن اللي من الان موضوع والدتك، والدتك اللي اخذت يعني الكلام على العمليه القيصريه واللي حيحصل لها ان شاء الله، قد اخذوا دم والحمد لله. يمكن احنا جينا في الوقت الكويس يا امي. تمام، انا بدي لك حاجه عشان نبدا نحل الموضوع. هذه ورقه من مستشفى الكويت التخصصي، هنا عمليات قيصريه، كاتبين الاخ عبد الملك السماوي مستشفى الكويت التعاوني، المستشفى الكويتي التعاوني، في عمليتين قيصريه، احنا حنكتب اسمك هنا ام نشوان. ام نشوان من؟ احمد ابراهيم. تاخذي ان شاء الله، هم هيعتنوا بك هناك ويعملوا لك العمليه مجانا، ما بتدفعيش ولا حاجه. انا بوقع لك هنا جنب الاسم حقيق، وقعت لك هذا، خليه معك ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله، ربنا يدي لك الصحه والعافيه. تمام يا نشوان، خلاص هذه واحده، هذه واحده. بالنسبه للبنات ممكن يجوا معي قليل، تعالوا تعالوا. البرنامج بيقدم سله غذائيه مقدما من برافو سنتر، مركز تجاري كبير وصاحب ورق رائع، في كيس دقيق ايضا، وقطمه سكر وقطمه رز بجانب السله هذه، ان شاء الله ينفعكم رمضان اول العيد. وايضا في سله ملابس موجوده معاكم هنا، كويس. اما وهذه العمليه القيصريه، تتحركوا بكره المستشفى، عمليه مجانيه ان شاء الله. تمام، انا اسيب لكم رقم تليفوني اذا احتجتم اي حاجه اتصلتوني، بس المستشفى رائعين، مستشفى الكويت بيقدموا هذه العمليه مجانا لكم. جاء من نصيبك يا امي، ان شاء الله على خير. ايش اللي ناقصك حاجة هاي؟ يعني والله شوف المنزل، يعني احنا كملنا بلا سقف، ما قدرناش نسقف. سقف كبير، هو يعني دعوة أسرة يمنية، عدد أفرادها كثير كما بتشوفوا، ما شاء الله عليهم هكذا. جزاك الله خير. يعني احنا بعملية قيصرية ومساكين، هو نداء انساني، اذا احتجتم مشاهدين الكرام ساعدوا هذه الاسره، ابوهم السيك الحقه عطلان ويروح على باب الله، وهي مره عندها عمليه قيصريه واولاد كثير ما شاء الله. نداء لكم، اذا احتجتم ادوا بسعادتكم وسنسلمها هذه الاسره والاسره اخرى. تليفون البرنامج بيمر امامكم على الشاشه. انا شخصيا اترككم، لكن قبل ان اترككم في 20,000 ريال انا حديها لك تشتري كسوه زياده للبنات هذولا. تمام يا امي؟ جزاك الله خير. هذه 20,000 ريال تكسي بقية البنات ما شاء الله كبار. تمام، هذه مقدمة من مجموعة مغتربين في الدمام في المملكة العربية السعودية، مناولة الأخ إبراهيم يحيى، كل سنة وهم طيبين. بقى في قضية ثانية، نشوان قال لي إيش من كلمة انتقلت لي عشان مصاريف المولود اللي حيجي لك جديد. هذه 20,000 ريال خاصة مقدمة من مغتربة أو فاعلة خير في البحرين، جزاها الله كل خير. ندعي لها إنه ربنا يصلح أولادها. جزاها الله خير. هذه 20,000 للمولود الجديد. تمام، سواء بنت ولا أولاد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، الله يديك العافية. بهذه الحلاوة والأسرة الرائعة أنهي هذه الفقرة مشاهدي الكرام، أشوفكم فقرة ثانية على خير.
السلام عليكم، كيف حالك؟ يتعرفوا عليك الناس. اسمك؟ اسمي علي جروان. علي جروان، احييك الله عم علي. ندخل، تسمح لنا ندخل؟ ندخل الى منزلك. هذا بيتك عم علي؟ ايوه. كيف صحتك انت؟ الحمد لله. كيفك؟ بيت نفس طابع تهامه. اسرتك نتعرف عليهم؟ هذه زوجتي. ايوه، اهلا وسهلا. كيفك امه؟ كل سنة طيبة إن شاء الله. كريم علينا وعليكم. معك ابن معوق ولا إيش؟ لا. أيوه، الله يدير العافية ويشفه. الله يشفه. يعني يخلقوا بالشكل هذا. بالشكل. ذا خلق يعني من يومه. من يومه تعبان. الله يدير العافية. ما قدرش إنها في معالجة له أو لا. ما فيش. ما ودي. لا ما نقدر. الله يشفيه وإن شاء الله بالشفاء. وأنت كيف رمضان؟ استقبلتوا رمضان؟ الحمد لله بخير الحال. لا بس تعبانة شوية، ما أقدرش أمشي. الله يعزك من رابعين. الله يديك. درش. لا يتبع. طيب احنا بنختصر الموضوع هذا. البرنامج تراحموا بيقدم حاجات نشوفها في مقاضي الاطفال. انتم بتسفروا مصاريف من زينتي مقدمه، وفيها مجموعه مقاضي، وفيها ايضا كيس دقيق وقطمه سكر وقطمه رز. بتكفيكم الله خير. جزاكم الله خير. في مبلغ ان شاء الله تستخدمون علاجه او شيء. هذه 30,000 ريال مقدمه من مغتربين في الدمام ومناولات ابراهيم يحيى. تمام، الله يهب لكم العافية. وانت قلت لي أمه إيش في بي؟ أنا الله يعزك ما أقدرش أمشي من رابعيني ورا مركبي هنا وهنا. خلاص، تخلي إن شاء الله تعالجي نفسك. وهذه 20,000 ريال مقدمة لك من فاعلة خير في قطر. تعالجي نفسك. أجزاك الله خير. إيش في مريضك هذا؟ أنت قلت لهم وديته مستشفيات، عندك ما وديتوش؟ والله وجارة أمامي. أنا بنفسي ودينا الحكيمة الأعصاب، قال هذا زراعي ما يسنفعش. زراعي ما يقدرش، ربنا يشفيه وإن شاء الله يكتب له يعني حياة سعيدة وصحة وعافية إن شاء الله. أستاذ الكرام، أنهي هذه الفقرة معكم، أشوفكم إن شاء الله ثانية على خير. حولها مساء من باب إلى باب. بهذا القدر مشاهد الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم تراحموا. أرجو أن تكونوا قضيتم وقتا ممتعا وترحبتم مع كل الحالات اللي شفناها في هذه الحلقة. رسالة البرنامج الحمد لله وصلت إليكم مشاهدين الكرام، إليكن أنتن الأخوات الرائعات، وصل أيضا لكل الناس اللي بيتفاعلوا معنا. أشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس. بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس. أكيد باني شوف كف العطان براس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس. أكيد باني شوف كف العطان براس.